سنوات طوال استماتت خلالها القوات المسلحة المصرية في الدفاع عن أرض سيناء مضحية بالدم والروح وخيرة شباب الوطن ليعيش أبناء سيناء في أمان وتبدأ مسيرة التنمية وأخيرا وبعد تطهير سيناء من ويلات الإرهاب بدأت مسيرة البناء وعاد أهالي مدينة العريش لديارهم واقفين كتفا بكتف للمشاركة في تعمير وبناء مدينتهم رفعت الحواجز والمتاريس وتنفس أهالي شمال سيناء هواء الأمن والأمان وبدأت ملحمة جديدة للتنمية العمرانية من أعمال للترميم والتنسيق الحضاري لوجهات مباني مدينة العريش حاجة جميلة بدأت الطرق إن شاء الله تزبط والعماير كمان ظبطوها وعندنا الأحوال والبريد ما شاء الله يعني حاجة جميلة في شغل وفي حاجات تطورات حلوة وحاجات مسهلين علينا حاجات حلوة كتير أنا من رفح أساسا وجينا هنا وبعد كده أخذنا تعويض واشترينا شقق التنميه استكملت طريقها نحو المباني الخدميه وتوفير وسائل المواصلات المختلفه بالاضافه لتطوير وبناء المدارس من حجر وفكر وثقافه ورياضه الحمد لله في استقرار وفي تزايد وفي اعداد الطلبه والناس رجعت مبسوطين والحمد لله رب العالمين كل يوم بجي على المدرسه وباخذ درسات وعلوم ورياضه وحساب انجليزي وبلعب وباجي من المدرسه كل يوم و بلعب مع اصحابي في المدرسه وتمام كله امشي مع اخواني مع اخواتي واخواني مشي عادي وبعدها نخش المدرسه وبعدها نروح نخش نعمل طابور وبعدها بنخش جوه في الفصل في الفصول بعدها بنذاكر وبعدها بنطلع نخش فسحة وبعدها بنروح نخش نلعب شوية ونالت الطرق أيضا نصيبها من توسعات ورصف وإنشاءات جديدة لتصل المدن والقرى ببعضها البعض بداية من مدينتي العريش ورفح وصولا لقرى مدينة الشيخ زويد بعد تطهيرها من الإرهاب بأيدي قواتنا المسلحة وأهالي شمال سيناء إنسان في سيناء بالذات مرتبط بالأرض زي اي مصري مخلص وطني بيحافظ على ارضه تحت اي وضع، الارض دي فيها شهداء، المكان ده فيه ثلاث شهداء سيادتك استشهدوا هنا في الدفاع هم كتف على كتف مع القوات المسلحه ومع ابناء المخابرات شغالين ما هم في مقاومه الارهاب. لما رجعنا يعني زي ما انت شايف حضرتك في تعمير وفي زراعه وفي تظبيط في في المزارع تمام؟ بس يعني المزارعين عايزين دعم حضرتك. ان شاء الله احنا متفائلين خير بعد يعني تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ان شاء الله التعمير يبدا وخير ان شاء الله وبدت يعني بدينا في كهرباء بدات تدخلت البيوت الشوارع بدات تتعمل ابار زراعيه بدات تتعمل يعني بنيه تحتيه ان شاء الله خير يعني فقدان والم وحنين مشاعر عاشتها أهالي القرى التي فارقت أرضها بسبب ويلات الإرهاب لكنها عادت بأمل جديد تزرع وتعمل وتبني يد بيد مع قواتها المسلحة التي ضحت بكل غال ونفيس لتزدهر أرض الفيروز من جديد هنا في نفس هذا المكان سالت دماء الشهداء في معركة العودة الى الأرض تلتها معركة للتنمية الزراعية والعمرانية شهد لها أهالي مدن وقرى العريش والشيخ زويد كريم بيبرس التلفزيون المصري